إن الأرقام المتاحة حول التعليم ما قبل المدرسي في بلادنا غير مشجعة بالمرة، وتشي بأن نسبة كبيرة من أطفالنا في سن التعليم ما قبل المدرسي لا يذهبون إلى رياض الأطفال ولا إلى الحضانات الأهلية، كما أن الأرقام نفسها تستبطن اختلالاً كبيراً في نسبة الولوج بين الوسطين الحضري والريفي وحتى في الوسط الواحد. لذلك فإنني أهنئ الحكومة على استشعارها لهذا النقص وعلى عملها المقدر من أجل تجاوزه بالبدء في تنفيذ هذا المخطط الاستراتيجي.